شويه كمان مسمار. بالراحه هتكسر اللونه. خلصني بقى يا ابني، مش هفضل واقفه طول النهار. حاضر يا حاج. خش يا اختي خش. نهار اسود، انت لسه بتنفضيها دلوقتي؟ لمي بقك ده شويه. الله، تحكي لي على ايه دي؟ هي بتنتي فرحانه مالك بيها؟ راح يا اختي براحي، مش عارفه داخله على ايه. ليه كده بس؟ اعوذ بالله من جوزك يا شيخه. لا عادي، انا واخده على كلام ابله سميه. بس افرح ما افرحش ليه؟ عريسي زي القمر هياخدني ونسافر. ايه يا ستي من قدك، بكره تسافري وتتفسحي وتنسينا. طب بيقابلني بقى لو خرجها من البيت. انا عارفه اخته وبتقول عليه صعب قوي. مش هيبقى اصعب من امي. بعدين انا بعد كده هاجي البيت ده تخطيفي زيك كده. خلاص هبقى على ذمة راجل وامك، مش هتزعقلي. ايه ده يا بت؟ اوعى امشي. امك مش هتزعقلك. يا هبلة يا اختي، بس عروسه زي القمر. هاتي هتسمعينا زغروطه يا امل. وانا اقطع بقى شغل الراجل عشان اجيلك. يا شفتي اللي حضرتيني في اخر الدنيا ودي كمشيه التانية؟ بس على قلبك اكلتنا المره دي طويله. ملحوقه، نبقى نظبط فستان شاه. خدي بالك من نفسك يا مروه. المهم تاخدي بالك انت على نفسك، وخدي بالك من حسن حبه، لحسن يشوف له واحده صغيره وحلوه زيي مش هبت تختشي. ازيك يا ام سعيد؟ ازيك يا ام عماد، عامله ايه؟ ربنا يخليك. عايزين ازاز الزيت. كان على عيني يا حبيبتي، خلاص شطبنا اخر ازازه واخداها خالتك نعيمه. طب عايزين كوبايه رز. كوبايه واحده؟ كوبايه بقى على قدنا. خد اتنين خلينا ندخل. لا على قدنا بقى. امسكي. على قدنا يا ام سعيد، سلمي على امي. لا ربنا يخليك. ايه ده؟ وانا مملحه فسيخ في البيت وانا مش عارفه؟ قومي يا اختي انت وعيالك، النوم الكتير بيجيب الفقر في البيت. انت يا بنتي يا سميه قومي يلا. في ايه؟ في بتزعج عليها تسرح العيال؟ اسرع العيال ده ايه؟ هو عفريت بيصحيهم يا بنت عزرائيل؟ قومي يا اختي، مفيش بيجيني عيش في البيت. يلا يا عيال اصحوا. مالك يا اختي؟ مالك مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ بقولك ايه؟ اصحي كده يا اختي انت وعيالك، ما تفضليش مرنخه ومبططه كده نفسك. التومين خالص يا عين امك خالص. ما انت اللي بتبيعيه بقى لما ناكله. لا بقى، ده انت جايه تبصي لي في رزقي بقى. الله، اتلحلحي قومي هز طولك. حاضر 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 حاضر، هقوم اجيب لك فطار. ايوه كده، هاتي لي قرصين طعميه سخنين ورغيف مفقع، نفسي مسدوده. يو بيتي يا شاي.
خدي مننا الاكل بدل ما انت لازقه في ابوكي كده. حاضر يا ستي. تسلم ايدك والله يا حاجة ام زهر، الفول بتاعك لا يعلى عليه، بيوحشنا والله. يا اخويا انا اللي محياه الفول، انت مش عارف تفرق لحد دلوقتي. عارف يا زهر، بس يعني دي حماتي لازم اقول لها كده واكبر بخاطرها طبعا. بس انا اللي اشتريت العيش وانا خدت بقى الفلوس من الراجل. كان حقتك علمتيهم الطبيخ يا زهر، وخصوصا البت شهد الوليه ام حسين ابن بنتها بيشتغل في مطعم في المعادي، والوليه ما شالتش عينها من على شهد في الفرح امبارح. اما عيني شهد من دماغك، البت هكمل عالمها. ايوه انا هطلع دكتوره زي قبل امل. احلى دكتوره يا ست شهد والله. دكتوره ايه بلا وكسه، انت هتعوم على عمهم يا ابو البنات. في ايه يا ام مالك؟ كلي. عارف يا حسن؟ عنده شقه مطرحين في الشارع اللي ورانا. لا والله. هو قال لي لا والله، من نحن يكش يكون عنده الشارع بحاله، بنت صغيره على جواز. صغيره ده ايه؟ ما اللي قدها متجوزين وعيالهم على كتفهم. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انت كنت قدها لما اتجوزت، وخالتها مروه اتجوزت امبارح. ومين قال لك بقى ان انا عايزاها تبقى زي ولا زي مروه؟ بطلي بقى ياما الكلام ده قدام العيال، احسن والله العظيم اخدهم وارجع على طنطا. يا شوف يا اخويا البنت بتحب فيا ازاي. يا زهر اقعدي معلش، اقعدي وكملي اكل. انا شبعت. شبعتي ولا ملويه؟ ككوكسه. بنت يا شهد كلي كلي كده عشان تربربي. لا انا مش عايزه ربري. عارف يا شادي لو ستك فضلت تزغط فيكي كده مش هعرف ارجعك معايا طنطا تاني، وهسيبك هنا وهنبيعك على العيد. كده برضو يا بابا؟ انا حتى سنبتيك. ايه؟ ايه يا اخويا سنبسيك دي؟ زي ما انت شايفه كده. طب يلا يا ست سنبتيك، شيلي بقى الاكل عشان احنا الحمد لله خلصنا. الحمد لله. تسلم ايديك يا حماتي. انت ما اكلتش يا اخويا، ده الاكل بحال. اجعله عامر يا رب. استنى. عايزك في كلمتين. خير يا حاج. ايه يا ست بتبصي لي كده ليه؟ كنت بتتودوا في ايه؟ ولا حاجه. انت بتخبي عليا؟ انا اقدر. بس بجد ولا حاجة، انت عارف امك اللي في دماغها في دماغها. اه يعني كانت عايزة ايه من الاخر يعني؟ سيبتي بقى كبري دماغك انت، بس بطلي منقرة ونكفة فيها. انا برضك اتناكف بلد. بقولك ايه؟ خدي يا ست زهرة خلي الفلوس دي معاكي. ماشي. شيء يا بابا. تسلم ايدك يا دكتورة شهد. دي بقى عايزه المصروف. بص يا ستي انا لسه مد امك فلوس، خدي منها اللي انت عايزاه. لا ماليش دعوه، ما تضمنش بقى انت لما تسافر امي تقول لي لما ابوك يرجع. حاضر يا ستي اتفضلي. وانا كمان. وانت كمان ايه ان شاء الله؟ عايزه المصروف. هنا عيني اتفضلي. بص يا زهر انا هلحق بقى امشي عشان ايه الاقي فلوس ارجع بيها، البنات بتقلبني. ربنا ما يحرمهمش منك. ولا مني. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب 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 اللي بتخبط. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. خش يا بيت خش. ازيك يا بسمة؟ ازيك يا شيخ ياسر؟ ازيك اللي ابنك بيعمله ده يا بلحاج؟ وكتاب الله انتوا الاثنين عاوزين الحرب. اي والله انتوا الاثنين عاوزين الحرب. يا بنت يا عبيطه ايه عالي ومشي امورك يا ابو عبد الحميد؟ ده بيمد ايده عليا
وبيصحيني كل يوم بالشد وبالزغل. والله العظيم ده بيعملني وحش خالص. بس لما اشوف وشه، لما اشوف وشه البغل ده هتشوف انا هعمل فيه ايه. يلا 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 خش يا حبيبتي، خش خش كده رتبي بيتك كده وشوف الكراكيب اللي فيه دي، وفيكم اتغسل جوه اغسليها، وكمان اعملي لنا لقمه نتغدى بها كلنا. يلا يا اولاد يلا يلا يا شيخ قاسم. بس بس معاكي بنتين زي الفل، وبكره ان شاء الله تخويهم. يعني ايه تخويهم؟ يعني تجيب لكم اخ يكون سندكم كده وظهركم. اما هو هتكوني كنت بتقولي لحسن الكلام ده؟ الله يخليكي يا اما ما تقوميها في دماغه، انا مش ناقصه والدنيا بقت صعبه. رضا اول حد كده. بقول لك ايه، ما تغني لنا حاجه كده واحنا بنشتغل. وده يا اختي خبيز ايه ده اللي الست من دول تصبح الصبح لو يا جوزها شبرين ليه؟ عايزه تروح بلطيم تصيف. اشمعنى جارتها ولا اختها؟ يا اختي تنيلي وعيشي عيشه اهلك. هو كان في مصايف زمان، امال لو دقت حر الصحراء ايام الصحابه هتقولي ايه؟ انا ببقى مكسوف للي بيسالني. ابص الاقيه كده بيوقفني يقول لي يابا الشيخ عبد الحميد ممكن اسالك سؤال؟ اقول له اتفضل. اول ما يفتح بقه بيبقى هين عليا اقول له انت حمار بكسر الحاء. هو في ايه؟ بتقول لي الشيخ بتاعك يبطل يسبه واقف على المنبر لما يسلم؟ بس انت مش سامع بيقول ايه؟ انا مش محسوب لي ولا صلاه بسببك من كتر الضحك، كله بايظ. حرام انا شيخ جماعة يا حبيبي. انت يا ده شيخ؟ ايوه انت، انت والواد اللي معاك. خير يا شيخنا فين؟ مش تبقى تقول لصاحبك ان الكلام في الخطبه يبطل صلاته من الجمعه للجمعه؟ ده غيرش طبعا ان الملائكه هتلعنه كل يوم. بقول لك ايه يا شيخ، الملائكه وراش حد غيري في البلد دي. رد رد عليها يا ازهري، امال بيعلموكوا ايه؟ حاضر هرد عليه. سيبوه انت بس وانا هقول له ما ينفعش لا يضحك ولا يتكلم ولا يسب ولا يقول اي الفاظ خارجه جوه الجمعه. تمر بحاجه تانية يا شيخنا؟ لا يا اخوي متشكرين، اتكلوا على الله ربنا يهديكم. انا مش فاهم الراجل ده عايز مننا ايه، بيستقصدنا ليه؟ ده بيروش علينا جوه. بقول لك ايه، انت مش ناوي تحلنا منه؟ انت مكمر جواب التعيين يا اسطى. يا ابني مكمر ايه؟ اذا كان هو ما يعرفش حاجه وعامل فينا كده، امال لما يعرف هيعمل ايه؟ هو ليه؟ كل شيء بوقته حافظ، كل شيء بوقته. خلاص ماشي بوقته وبامانه، بس كل جمعه بتضيع مني انت السبب فيها وفي رقبتك. طب يلا يلا. يا بنت انت شغل الصناعيه ده؟ عايز تطلع مهندسه. مهندسه؟ انت بالقلم اللي ورا ودانك ده كبيرك قوي صبي نجار. انت يا شهر ايه الخط الزفت المنيل ده؟ ماله ما هو حلو اهو. ايوه فعلا خط منيل. بس يا بت انت هزتي دلوقتي حبيبتي في الامتحان ما يعرفوش يقروا خطك قوموا يسقطوكي. طب وما سقطتونيش ليه كل السنين اللي فاتت دي؟ عشان ده عيالك يا اختي وراضيه عنك امك بقى. على فكره كل الناس الشاطره والناس النابغه خطهم وحش، حتى الدكاتره خطهم وحش، ورهني كمان ان قبل امل خطها وحش. الا امل، امل خطها حلو جدا. ترهنيني؟ على فكره انا طلعت انا كمان ورث الخط منك، انت كمان خطك وحش. انا يا اختي مش عايزاك تورثي مني الخط. يعني انا كل ما خطي بقى وحش بقى شاطره؟ يا اختي عاجبك كده؟ سيبك سيبك منها، خدي بقى انت الروشته دي تعالي لي يوم الاربع اللي جاي. بحبك يا غاليه. ايوه انت ما انتش عارفه اسم امك كمان. انا زهره حبيبتي مش غاليه. انت عشان اغلى زهره بقول لك يا غاليه. يا اخواتي على الباكش يا اخواتي، وانا بحبك من شويه. روحي ذاكري لك الكلمتين، انت حياتك قربت. شوفي البيت. حاضر يا قبله من عينيا، هسمع الكلام واروح اذاكر ونطنش بقى الخروجه بتاعت امل. بجد؟ لا لا سيبك من المذاكره والكلام ده. يلا يا بنت شمس يلا يلا. يا انت فين يا بنت كويه؟ ستك هتطلع علينا زي اللقمه في الزور. ايوه ياما انا جايه. فيه يا اما انت بتزعلي كده ليه؟ بعدين انت بتعملي ايه؟ ما تعبيش نفسك، احنا خارجين مع امل. الله، هو كل يوم امل امل؟ في ايه يا اما؟ انا ما بشوفهاش غير في الاجازات بس. يا بنتي دي واحده فاضيه ولا وراها عيال ولا جوز، واكيد ما فيش حد بيسالها انت رايحه فين وجايه منين. طب يا بختها، مع ان عم فتحي اكيد بيسالها رايحه فين وجايه منين. يا بختها، عايزه تعدمي امك يا زهره؟ يوه مالك بس يا زوزو يا حلو، زعلانة ليه؟ شوفي يا اختي البيت، البت دي بكاش عايزة تاكل معايا حلاوة.
يا بختك يا شهد، انما انا عمري ما شفت الضحكه الحلوه دي ولا الدلع ده من امي. الله، ليه كنت مشقياكي ولا مشغلاكي في البيوت؟ روحي افتحي يا شهد، هاتي لي كام سندوتش في الكيس ده اللي ايه. طب خدي لانش. ايه ده، انتوا لسه ما جهزتوش؟ انا دقيقتين هلبس واجي بس سلم الاكل العيال. يا اختي قولي السلام عليكم الاول. السلام عليكم يا خالتي. عليكم. طب يا حبيبتي هسيبك مع امي على ما البس انا بقى واجي. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا اختي واهلا وسهلا. خطوة عزيزة. لا يا اختي ما بنشوفك الا لما تبقى صاحبتك هنا. مش تعدي عليا تقولي يمكن خالتي محتاجة حقنة، حاجة محتاجة، اللي ما شفنا منك حاجة من ساعة ما دخلتي الطب. ربنا يديك الصحة وما تحتاجنيش أبدا. طب إيه بقى؟ مش هنفرح بيكي؟ لا إن شاء الله هتفرحي بيا قريب قوي. إيه هتتجوزي؟ لا هناقش رسالة الماجستير. يا سلام، ودي بقى هتناقشيها مع اللي هتتجوزي؟ لا مع الدكاترة يا خالتي. الله، طب ويا أختي ليه الهدة دي؟ ما أنت في الآخر برضك هتتجوزي. طب هو أنا يعني ما ينفعش أبقى دكتورة وبرضه أبقى متجوزة؟ ترارا يا حلو صبح نهارنا فل. ترارا من قد ايه وانا بستناك واعي على الباب وشي. ماما. ايوه يا ست. سميتيني شهد ليه؟ عشان اسم حلو. شهد يعني عسل زي كده بالظبط. بس العسل ده اكل، بتسموني على اسم اكل؟ وبعدين اصلا ما بحبش العسل. بس انا بحب العسل. ده اسمي انا، انا اللي اختاره. طب انا بحب المكرونه، ما كانش يعني ينفع تسموني مكرونه؟ وانت مش عاجبك اسمي كان يا ست مكرونه؟ لا مش عاجبني. وبعدين انا لحد دلوقتي ما فهمتش سميتوني شهد ليه. عشان يا ستي كل واحد ليه من اسمه نصيب. هو يعني ايه نصيب؟ اختي انا مش هخلص النهارده. طب انت مثلا ستي سميتك زهره ليه؟ والنبي يا اختي ما اعرف، لما تروحي بساليها. طب انت بقى يا اختي لو خلفتي بنت تسميها ايه؟ سميها زهره. مش معنى مش تطلع زي ماما. يا اختي على الحلاوه. ايه يا اختي سحره لبناتك. يلا يلا كده تمام التمام. الله ينور عم فتحي. الله ينور عليك. تعال 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 خلي بالك. شوف بقى تاخد ثواب كام واحد هيستفاد بالنور ده. الله يبارك فيك ويبارك لك في المكان يا رب. يا رب يا عم فتحي. عارف المشكله فين؟ ايه؟ الناس فاهم المكان ده غلط، فاكرين ان الجمعيه مكان بيوزعوا فيه فلوس، وانا نفسي اعمل لهم حاجه يستفادوا بيها، نفسي يتعلموا. يا اسلام يا ابني، الناس الغلابه معذورين. اصل مش معقوله النفر منهم يعني يبقى مش لاقي اللقمه ياكلها وهيجري ورا العلام يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشرفت الانوار يا استاذه منى. ازيك يا اسلام؟ تمام الحمد لله. ازيك يا ابله منى؟ ازيك يا عم فتحي؟ الله يخليك. قول لي امال فين امل؟ امل تلاقيها دلوقتي عند زهره. زهره هنا؟ اه ده انا نفسي اشوفها هي وبناتها. هي امل بتقول انها يمكن تقعد شويه. ان شاء الله اشوفها. ان شاء الله. طب سيبكم بقى تشوفوا شغلكم. تعبناك معانا يا عم فتحي. السلام عليكم. ما تقولش الكلام ده عشان اسلام. السلام عليكم. عنك عنك عنك. قول لي احنا وصلنا لكام يا شيخ اسلام؟ والله هم 5 أو 6 بس اللي قدموا لحد دلوقتي. معلش الجمعية مقفولة من أيام أبوك الله يرحمه، ربنا يقدرنا ونوقفها على رجلها. خد يا شهد، هاتي ليكي ولإخواتك في شهد. شهد مين؟ لا لا ادي شمس. هاتي يا شمس حبيبتي انتي لإخواتك. ايه كل ده؟ اديها على قد الراجل يضحك عليه. لا شمس واعية ما تخافيش. راجل مين ده يا اختي اللي انتي مالية الفيس بتاعك بصور؟ يا رب يا امل اشوفك مع واد حلوه زيه كده. مين ده؟ مين ده؟ ايه يا بت ده شاروخان؟ ده حبي الوحيد. ولما هو حبك الوحيد يا هبل عايزه اتجوزه ولا انت عبيطه بيه؟ صدقي صح؟ ما حكيتليش صحيح. مين قوم في دماغك موضوع الدراسه ده؟ بتنتي ترجعتي محو الاميه؟ محو اميه ايه بتنتي؟ انا بذاكر منازل. والنبي انتي فايقه ورايقه، وده مين بقى اللي قومها في دماغك؟ انا لقيت نفسي كده كده قاعده بذاكر للبنات، فكرت الله طب ليه انا كمان ما اخدش الاعداديه. بت وجوزك موافق؟ لا جوزي ولا امي يعرفوا. اوعي، ده لو ما منعونيش هيسمموا بدني كل يوم. حق ده انت امك ما تتوصاش. والله يا ستي طلعت طيبه مش زي ما بتقولوا كده. لا ده معاكم انتوا بس يا عين امك، ما شفتيش كانت بتعمل فينا احنا ايه؟ اه لا وخالتي سعديه ما تتوصاش. لا امي دي حاجه تانيه. طب والله العظيم انا امي من كتر ما كنت بتحب سعيد اكتر مني كانت تاكله هو وتسيبني جعانه. أنا أمي طول عمرها ناشفة،
اللي عمرها ما خدتني كده في حضنها وتطبت عليا زي بقيه العيال. عيال ايه؟ هو احنا كنا عيال يا حبيبتي؟ احنا شلنا الهم من بدري، لما جالنا يوم كده اتمرجحنا ولا اتحلقنا. صحيح، ما تيجي نتمرجح يا ماما. ايه ده بنت اسكتي؟ اهو فيها ايه ما نتمرجح يعني؟ انتوا هتعملوا فيها كبار. يلا يا بنت يلا انت. ايوه حاضر حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سحسن؟ ازيك سيد؟ صباح الخير. صباح الخير. اتاخرت قوي يا ابو البنات. كله بقوانا. يلا يلا يا سيد، كل حاجه جاهزه، ما تضيعش وقت. يا ماما فين؟ في مشوار وجاي يا حبيبتي. مين دول؟ ستك هتقول لك على كل حاجه. Thank you.
ساتر يا بنت، ايه اللي حصل؟ امي حصل لها حاجه؟ قدر الله وما شاء فعل، فأنت تريد وأنا أريد
والله يفعل ما يريد. الموت يا أحباب قدر، خطأ طبي ممكن يموت بسببه أي شخص، لازم نسلم بقضاء الله. يا شيخ عبد الحميد نسلم بإيه؟ بقضاء الله. يا شيخ عبد الحميد يا نعم. إيه يا شيخ عبد الحميد؟ إيه يا شيخ عبد الحميد؟ يعني هي خلاص دقت بيك الدنيا؟ الراجل قاعد طول ما تتكلمش غير عن موت بنته. أعود الله ناقص كمان، أعود الله ناقص تكتبوا له الخطبة اللي هقولها. على فكرة بقى عم فتحي عنده حق. لا أنا أقول اللي أنا عاوزه، أنا أمام المسجد ده، أنا أقول اللي أنا عاوزه، محدش يقول لي أقول إيه وما أقولش إيه. هو أنت كان حد قال لك تقول إيه وما تقولش إيه قبل سابق؟ ما أنت بتقول اللي أنت عاوزه. أنا بقول بس الراعي مشاعر الراجل، يعني راجل بنته لسه ميتة، ده بدل ما تقول إن سيد دوت قاتل ولازم ياخد عقابه. اسمع يا أبو الدكتورة، بنتك لو كانت شافت شغلها في ذمة وأمانة ما كانش اللي حصل حصل. إيه؟ أيوه بنتك لها يد في التقصير اللي حصل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بص يا شيخ عبد الحميد، لو مش عايز حد يا شيخ عبد الحميد يقول لك تقول ايه وما تقولش ايه، يبقى تتقي الله وراعي ربنا كده وما ترميش الناس بالتهم كده جزافا وخلاص. اللي حصل ده جريمه يا شيخ عبد الحميد، وانا بقى بنتي رفضت انها تشارك في الجريمه دي. لو انت بقى عاوز يا شيخ عبد الحميد شيل ذنب البت اللي ماتت دي، البت اللي ماتت واللي بيموتوا كل يوم من الجهل والناس اللي بتفتي. مش فايده عم فتحي، يلا يلا توكل على الله. يا حسن، ها حسن يا ابني. يا رب يا ساتر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال تعال يا حسن يا ابني تعال. السلام عليكم. طب يلا يلا يا بس يلا يا اسم يلا يا حبيبي يلا. يا سمية ما انتوا قاعدين شوية يا سمية. معلش بحكي اتأخرت. يلا حبيبي. ماشي يا حبيبي. ماشي. سلام عليكم. السلام. السلام يا أم اسم. حسن خش كلم مراتك. زي يا زهر؟ زي ما انت شايف. انا هسافر. تسافر؟ عايزك معايا انت يا شمس، الكلام في بيتنا ربنا هوض علينا. وايه؟ ربنا هوض علينا. انا جايه معاك هنا ببنتين، لما تجيب لي بنتي اللي انت خدتها مني انت وامي هبقى ارجع معاك يا حسن. علي باشا. عايز ايه؟ هو في باشا بيقول لحضرتك امضي على الورقه دي علشان متهم يروح النيابه، والدكتوره بتاعت الحادثه بره والبطاقه بتاعتها يا فندم. قول لها تدخل بسرعه. تمام يا فندم. تقدري تفضلي يا فندم. شكرا. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. انا جيت زي ما حضرتك طلبتني. بصي يا دكتوره، ده محضر روتيني، انا مش عايزك تقلقي خالص، انا بس ما رضيتش اعمله ليله الحادثه عشان حالتك كانت لا تسمح. بالعكس انا مش عايزاه محضر روتيني، انا يهمني جدا ان احنا نجيب حق البنت دي. هي كانت تقرب لك؟ بنت صاحبتي. مين اللي عمل لها العمليه؟ اللي اعرفه بيعمل النوع ده من العمليات سيد التمركي. انتي ساكنه هنا؟ هو مش مكتوب عند حضرتك؟ لا مكتوب. حضرتك محتاج مني اي حاجه تانية؟ لا انت بس هتمضي على المحضر، بس يا ريت تسيبي رقمك عشان لو في حاجه حصلت زياده نطلبك. حاضر. ده اسمك. هو انتوا فعلا ناويين تقبضوا على سيد التماركي؟ دكتوره انت حد متعلم وفاهم،
والقانون مش بس بيجرم سعيد، ده بيجرم اي حد ساعده او شاركه في الجريمه. ولا انت شاكه في قدراتنا ولا ايه؟ فين يا ابني سعيد؟ مش موجود. انا يا باشا ده مسافر بقاله فتره. قد ايه قرب له هنا؟ لا ده هو اصلا مش من هنا، هو اصلا من الصف، محدش يعرف مكان بيت اهله هناك. يعني ايه؟ يعني محدش يعرف طريقه؟ معرفش والله يا باشا. طب اسمع بقى يا ابني، اللي هعرف انه عارف طريقه ومخبي هاخده معايا واعتبره شريك. يلا يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام. خد ده قاسم اللي انا ابوك. ساكا باف يا افا. امال ابويا فين؟ لسه ما جاش. طيب حط الاكل عشان جعان. طب هحمر البطاطس واندها لك تاكل. بطاطس؟ هو الغدا النهارده بطاطس محمره؟ طب استنى شويه تكون فرخه استوت. فرخه ما استوتش ليه؟ كان وراها ايه؟ بتتفرج على التلفزيون؟ كنت بره. بره في انهي داهيه على دماغ؟ في ايه يا محمد؟ ما تسكت شويه. الله، هو انت صايم يا اخي؟ ده العيشه السودا دي. العيشه السودا عليك وحياه امي، محل غروتي جثه يا بوز الفقر يا قومة. بس بقى، بس انت اللي فقر وعيشتك سويت في سويت. ان شاء الله تولع يا محمد، اشوفك ولع واكب عليك يا سويتك. انا مش هعمل اللي انت بتقول عليه ده، واللي انتوا بتعملوه ده اسمه تعدي. تعدي مش تعدي، انا ماليش فيه. لو كنت عملت العمليه للبنت اللي ماتت ديت كانت زمان عايشه الوقت. جاز نطلع بره كده. نطلع بره. انت لو ما عملتيش العمليه دي هولع في المخروبه وفيكي وفي الناس كلها. تولع في مين؟ اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره. ولا ولا الله يروح امك على الموت. ماشي يا باشا. الدكتوره مش شايفه شغلها يا باشا. احنا هنشوف شغلنا معاك. يلا خدوها مع اخوات. تعالى اقعد. اقعد. انتوا يلا فضوا الوقفه دي. انتوا بتعملوا ايه؟ بتتضرب؟ انتوا واقفين بتتفرجوا؟ اي هيصه وخلاص. انا مش فاهم انت جاي عليكي بايه الهم ده كله. افرضي كانوا موتوكي ولا كان حصل حاجه. يا ستي انت اللي زيك يقعد معزز مكرم في بيته ويجي له اللي يخدم عليه كمان. يا سيدي متشكرين، صار بتخنق من قعده البيت. طيب يا ستي حقك عليا. يلا يا هو ايه اللي كان حصل يا امل؟ مفيش يا بنتي، كنت قاعده في العياده عندي بكشف على واحده عيانه، خرجت لقيت عيله جايه وجايبين بنتهم عايزين طهروها. حول الله يا رب. بس وعينك ما تشوف الا النور. المشكله ان الست ام البنت دي جات لي كذا مره عشان اطهرها، وانا قلت لها لا. انا مش عارفه هي مصره ليه. تلاقي مش هي، تلاقي ابوها وامها والعيله كلها شايفين ان هو ده الصح. انا اللي وجع قلب البنت الصغيره اللي هتروح في الرجلين. امل انا رايي بقى انك تسيب المستشفى دي، اتنقلي البر التاني. روح المبر، روح اي حته يا بنتي، انا ما حلتش غيرك. يما القمر على الباب نور اناديله، ياما ارد الباب ولا اناديله ياما. خش على جوه. هو انت يا بنت كره كاوتش كل ما احدفك ترجعي لي؟ ما كل النسوان كانين في بيوتهم الا انت يا خيبه الرجا، على طول كده غضبانه وجياني مركباني الهم. الجوزتها تتاخر. ده بدل ما تطبطبي عليا ولا تساليني مالك؟ مالك؟ يا اخي كاكمل على جنابك.
نفسي توحشيني يا سمية. ده أنا بدعي ربنا وبقول يا رب يا رب تقعد في بيتها أسبوع واحد، أسبوع واحد يا سمية من غير ما تعملي مشكلة ولا تغضبي. أنا مش عارفة ألاقيها منين ولا منين، وإنتي ضيقتي الدنيا في وشي. لا يا حبيبتي، هي ضيقة خلقة يا روح أمك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. تحاسبيني عليا يا سمية؟ اخص عليكي بيت. يا رب يا رب ابعت لي سعيد بقى، ابعتولي يشيل عني شوية، تعبت يا رب. هعملك عشا معايا؟ لا شكرا. عمل هو انت خطك حلو. ايه؟ خطك وانت بتكتبي حلو. مش عارف، يمكن. ليه بتسألي؟ اصل هما بيقولوا ان الدكاترة كلهم لازم ان يبقى خطهم وحش، وشاهدة كانت عايزة تطلع دكتورة. مش انت عارفة، كانت دايما تسألني تقولي يا ماما هي حصة الخط دي لازمتها ايه؟ هو انا لازم خطي يبقى حلو عشان اطلع دكتورة؟ اوعي امل يكون خطك وحش، حاسه ان انا اتراهنت معاها وكده يبقى ليها عندي حق. شكرين جدا يا ابني، شكرين. الحمد لله انتوا عرفتوا تمسكوه. يا انتوا كده هتجيبوا لحق بنتي؟ يا ست زهره ما تقلقيش، ده عليه قواضي قد كده، ده غير قضيه الختان، ده غير ان هو اصلا بيمارس المهنه من غير ترخيص. انا وعدك ان انا هجيب لك حق شهر، وده وعد شرف قدامكم. فانا تروح تصالح زي ما قلت لك. يلا اتكل على الله، روح معاك وانت روح العب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جيت لك يعني عشان قلت هتساعدني في مشكلتي. بس انت ما جيتيش في اليوم اللي احنا اتفقنا عليه. انا والله العظيم ظروفي ملخبطه. ماشي، ايه الحكايه؟ انا تعبت قوي يا شيخ اسلام. محمد خلاص ما فيش منه فايده، كل ما ارجع البيت يرمينا انا والعيال في الشارع. يعني هو ابن الشيخ اللي بيقول قال الله وقال الرسول ربنا قال له ما تصرفش على عياله؟ لا طبعا. بص، هو الدين فيه حاجات كتيره قوي لو الناس مشيت عليها هترتاح، لكن للاسف ده ما بيحصلش. وانت اللي انت فيه ده ما يرضيش ربنا. هتعملي ايه بقى؟ هتفضلي تشتكي كده ولا هتسعي؟ اسعى ازاي؟ يعني تشتغلي، تعالي هنا وتعلمي اي صنعه واشتغلي بيها. هو انا لسه هتعلم؟ انا على بال ما اتعلم يكون العيال ماتوا مبهوره. بس انت ما تقوليش كده، لا حول ولا قوه الا بالله. استهدي بالله بس كده، وكل عقده ليها حلال، وانا كده كده جنبك ومعاك ما تخافيش. حنين قوي والله يا شيخ اسلام، يعني يا ريت كانت كل الناس زيك. لا انا قبل منى، انت جبت كل حاجه؟ خد مني. يا ايدي، ايه اللي جابك يا سمية؟ محمد قريتني في عيشتي ياكش يولا. يا لهوي عليك يا سمية، انت مش هتبطلي؟ استغفر الله العظيم. قولي لي اليومين دول بتعملي ايه؟ ولا حاجه يا قبله، اعمل ايه يعني؟ طب ايه رايك بقى تعالي اشتغلي معانا، عاملين مشروع اكل بيتي وبنبيع.
لا معلش يا أبلة، يعني أخاف أخويا يرجع يعملها حكاية. أخوك ده إيه؟ هو أنتوا عارفين أخوك فين أصلاً؟ تعالي بس بصي وأنتي هتعرفي. لا لا معلش معلش والنبي يا أبلة، مفيش فايدة أصلاً، أنا متأخرت عن إذنك. سلام عليكم. عليكم السلام. خطك بقى حلو قوي يا شهد. انا شمس يا ماما. ماما انت كان نفسك تطلعي ايه؟ كان نفسي اطلع مدرسه زي قبل منى. ما عملتش كده ليه؟ عشان خطك وحش؟ النصيب بقى. الحقي يا امه ده سيد ومراته. تسلم ربنا يخليك. الله يسلمك. تسلم زهره. لا تقتل البنت يا اولاد. أهلاً يا عالي. أهلاً تفضل يا ست زهرة. سيد خرج عشان جاب شهود زور، قالوا إن هو كان معاهم وقت الجريمة، وأنا النهاردة جاي لكم عشان ما تفتكروش إني خلفت بوعدي معاكم وإني ليا يد في الموضوع. ورحمة شهد مهاسيبه. مش عارف أقول لك إيه يا ابني، متشكرين قوي، مجيئتك دي على راسنا من فوق. مستحيل، والله ما بقدر، مستحيل. الأبواب بيذكروني فيها والحيطان كمان. ليش اللي بنحبهم بيموتوا؟ ليش اللي بنحبهم بيتركونا وبيروحوا ونحن منضل حالنا هون؟ شلون بدنا نكمل حياتنا بلاهم؟ تعرف وين بتكون هلأ تيتا جدو؟ وين؟ هون وكمان هون. امرأة من الاثنين إلى الخميس في الأوقات التالية فقط على OSN يا هلا الأولى، أو الحق ما فاتك على OSN On Demand. قم بتوصيل جهاز الاستقبال بالإنترنت الآن. شفتي قبل منى؟ حق بنتي راح خلاص. حق بنتك ما راحش ولا حاجة، بس كل حاجة بميعاد يا حبيبتي، حتى الموت بميعاد، احنا بس اللي مستعجلين. هيموت؟ احنا بنبقى مستعجلين نفهم كل حاجة، فاكرين ان احنا عارفين الخير فين،
عقلنا ربنا ما بيكتب لناش غير الخير، بس احنا مش هنعرفه غير في وقته. عارفة لو كانت موتة ربنا كنت ارتحت، بس انا اللي حاسس بنفسي ان البنت كانت لوحدها. والله يمكن يا قلبي افتكر ان انا متفقة معاهم ولا خليت بيها. والله العظيم يا ابني لو انا ما اعرف. نفسي اقولها عشان استريح وهي كمان ترتاح. حبيبتي ما تقلقيش عليها، ده هي مرتاحه. الموت ما بيتعبش غير العايشين بس. هي عند ربنا. يا شيخنا شيخنا شيخنا، والنبي الله يرضى عنك بالراحه، دي مش غزوه، ده ماتش كوره، ما تفرهدنيش. انا بقى هوريك الغزوه عامل ازاي. العب اهو، باصي اهو، جول جول اهو يا شيخنا، ده جون فيك. انت مش فاهم اللعبه اصلا. لا اله الا الله، انت مش مفهمني ان انا بلعب بليفربول؟ ده بتشتغلني؟ ما انا اضحك عليك ليه؟ طيب اضحك عليك ليه؟ طب ايه رايك بقى ان البلاي ستيشن ده حرام؟ مالو؟ اه بلاي ستيشن حرام. ايه، ما هو لما تغلب من واحد زيك يبقى لازم يكون حرام. شيخ اسلام، ماما عايزك بره. طب امسك. مش لماكس ولا انا تعوقش. تعال يا حبيبي. حاضر. بقول لك يا اسماعيل، خد دول خليهم معاك. لا 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 والله اسمعي بس اللي بقول لك عليه. يلا في حفظ الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ جاي غزوة تاني؟ غزوة تاني؟ طب يلا بتاع الغزوة التانية انا اوريك. يلا يا سيد فير، انت تتكلم عن خطيبة امامي، ولا اعرف ان كان علي اعتبار هذا مديحا. بص يا بنت يا سمية، الواد اللي بيمثل في التلفزيون ده الخالق الناطق سعيد اخوك. سعيد ايه يا ام؟ هو احنا كل ما هنقعد قدام التلفزيون وتشوف حد تقوليه شبه سعيد؟ انت نسيت شكل ابنك. انا صدق يا بت، ده محفور جوه قلبي. هو فيه في حنيته يا اختي. طب وبحنيته دي يعني ما عبرناش ليه من ساعه ما سافر، ولا بجواب ولا بتليفون ولا باي حاجه؟ اكيد في حاجه منعاه يا بت. ده انا ياما حرمتك وحرمت نفسي لاجل علامه. عشان الله يا علامه اللي ما شفنا بليه محمر من علامه ده. ما قلت لك في حاجه كبيره منعاه يا بت. ماشي يا ام، ده ما يمنعهوش عنا الا الشديد القوي. اه بالك انت يا بت يا سميه، لو اخوك سعيد هنا ما كناش احتاجنا الجنس مخلوق، الناس الواطيه اللي احنا محتاجين لها دي. اه وكان هيقف للواد محمد ابن عبد الحميد اللي طايح ومحدش عارف يقف قصاده. عارفه يا بت، ما كانش هيقطع اللحمه من البيت. النبي وحشني طعمها يا بت يا سمية. تحكي ده كمان كان هيحججني. يحججني؟ اه وانا رايحه جايه كده، الحاجه سعديه الحاجه سعديه. مش حاجه. النبي الخالق الناطق سعيد حبيب امه. تعالي يا شمس، خدي يا حبيبتي البطاطس. هتاكلي صوابعك وراهم. تسلم ايدك يا جد. تسلمي يا حبيبه جد. مين يا ولاد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا حسن، اتفضل يا حبيبي. ازيك يا عم فتحي؟ ايه يا زهر؟ مش عايز ابص في وشي ولا ايه؟ عاوز ايه يا حسن؟ هتفضلي قاعده هنا كده عند راجل غريب؟ انا قاعده عند صاحبتي وابو صاحبتي اللي هم احن عليا وعلى بنتي من اهلنا. طب يا زهر، انا جاي دلوقتي علشان اجيب اخر الموضوع ده. هتيجي معايا انت والبنت ولا لا؟ لا. لا ازاي؟ الدراسه هتبدا والبنت لازم تيجي معايا عشان تكمل دراستها. وانت بقى فاكرني هسيب لك البنت اللي حلتي عشان تضيعها لي زي ما ضيعت اختها؟ يا زهره دي بنتي زي ما هي بنتك. وبعدين انت مش كنت عايزاهم يكملوا تعليمهم؟ لو قلبك على البنت صحيح حولها ورقها لهنا. لا لا يا زهره، ده انت كده اتخبلت في مخك بجد. شوف يا بنت الناس، انا هاخد شمس معايا، عايزه تيجي معايا اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. هو البعيد ما بيحسش ولا ما بيسمعش؟ هي اللي ماتت دي ايه، مش بنتك؟ ولا صحيح هو انت عايش معانا في الدنيا؟ هو انت تعرف ان سيد مسكوه وبعدين ادوله براءه؟ انت تعرف ان اللي بيجري على دم بنتك الراجل الغريب
الله لا يسيئك يا حسن، ابعد عني انا مش ناقصه. طب يا زهر انا همشي، بس اعملي حسابك ان كل اللي بتعمليه ده مش هيجيب نتيجه ولا ليه لازم ولا هيرجع شهد. ممكن اقعد معاكي شويه؟ طبعا يا عم فتحي. ايه انتي سرحانه في المنظر ولا ايه؟ انت عارفه المنظر ده انا بشوفه من اكتر من 50 سنة، كل يوم كنت اشوفه من وانا عندي 6 سنين كده. كنت اجي هنا مع ابويا الله يرحمه يقف هنا وينادي على عم صبحي بتاع السمك، راجل يا طيب نقلنا معاك حاجه كده، كل الرزق على الله يروح ونروح ونرجع له بعد صلاة المغرب. يا عم صبحي جبت لنا معاك خير، يقول له القف يطلع بقى اللي يطلع، ساعات يطلع سمك كبير ساعات مفيش، وساعات سمك صغير، ساعات كان يطلع السمك المتهوم بتاع الزين. كنت أقول له أبويا ساعتها يابا مش ده السمك، مش ده اللي بيتاكل. كله اسكت يا ابني كله خير. كان زمان يا عم فتحي الخير، كان زمان. دلوقتي عادي الاب ممكن يقتل بنته. لا يا حبيبتي الامور ما بتتاخدش بالشكل ده ابدا. حسن جوزك ده غلبان صدقيني، ما تنسيش برضه انه موجوع زيك بس بيكابر. احنا الرجاله ما بنقص الامور بعواطفنا كده زي الستات. لا طب اديك انت هو. نفترض يا ست انك قمت دلوقتي وخدت حق بنتك، خلاص ايه بقى اللي بعد كده؟ يعني ايه؟ يعني هتفضلي قاعده كده حاطه ايدك على خدك ناسيه بنتك التانيه الغلبانه دلوقتي اللي ملهاش غيرك. لازم تقوم اشتغلي اعملي حاجه، اقفي على رجلك عشان بنتك وعشانك. انا كل غرضي مصلحتك يا بنتي. تصبح على خير. كمان القمر جاي بالشمس. ازيك يا ابله منى عامله ايه؟ الحمد لله زي ما انت شايفه ناس كتيره ابتدت تحضر الحمد لله. انا كان عندي حاجه، حسن جه وهددني انه عايز ياخد البت ويرجع ومش ناوي ينقلها ورقها لهنا، وانا مش ناوي ارجع طنطا تاني. عندكيش حل انقلها هنا ورقها؟ ممكن شمس تحضر مع الولاد في المجموعه وبعدين تروح الامتحانات على اخر السنه، واهو لو على الغياب انا ممكن ابعت ورق للزملاء اللي هناك اللي في الاداره علشان ما يحسبوش غياب. يبقى كتر الف خيرك. طب انا عايزه ادخل امتحاناتي، ما ينفعش انقل ورقي هنا بردك؟ انت من عينيا ما تقلقيش يا حبيبتي انا انقلهولك. شمس ها تيجي معانا؟ يلا.
تعالي يا ولاد، من النهارده شمس هتبقى معانا. اقعدي هنا يلا. سقفه بقى لشمس. ومين يقول لي حرف ايه ده؟ وده سيحل العيد الان، الكثير من الناس يعبرون الحدود لكن لا تستطيع. ايه قله المزاج دي؟ ما الكنب قدامك، ما تروحي هناك. في ايه يا ام؟ عايزه اقعد قدام التلفزيون. لا ودي يا اختي، طبقي وتعالي اقعدي. ايه ده؟ ودي قاس قوم شوف مين على الباب. غسلتي عباية خالتك زكية؟ زكي يا حبيبي. الدولاب حطيتيها؟ عامل ايه؟ طب ما تطرحي يا بنت اللي هنا، دي ما بتاعتك برضه ولا دي بتاعت مين دي؟ في ايه يما؟ بتسيبيني في ايه بس؟ بتاعتك يا بنت انت، مش طالعه لي كلمه كده ليه؟ الله يا ساتر يا رب عليك يا بنت نفريه. ازيك يا سعيد؟ الحمد لله على السلامة. تعالوا يا عيال. يا حبيب امك. يا حبيب امك. ازيك يا امك؟ الحمد لله على السلامة. معرفتش خالك ولا ايه يا واد؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا واد. الله يسلمك يا امي. تعالى عيالك دول يا سمية. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. اهلا يا حبيبي. اهلا يا حبيبتي. سلم على خالك يا باسل. ايوه فتح لي الباب ده. ايوه سلم على خالك يا باسل. سلم عليك. اللي بوسعت تتكسر يا حبيبي. القمر ده. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا امي. نورت الدنيا كلها. انت فين يا واد يا سعيد؟ بلاد الله واسعة يا امي. ايه ده؟ الدبرة دي اتجوزت؟ ده انا عندي طلال. طلاق؟ اسمه طلال. طلال. طلال؟ طب فين يا اخويا طلال وام طلال؟ كنا نشوفهم هنا. ياما انا مراتي بنت ناس اغنية قوي، ده انا مفهمهم ان ابويا عمدة هنا. الله، يعني مش هشوف ابنك وافرح بيه؟ لا لا لا، ان شاء الله ان شاء الله. بصي بقى يا ست الكل، انا طبعا ما ينفعش بعد الغيبة دي كلها ارجع بايدي فاضية. شال حرير كويتي طبيعي من المفتخر والله لست الحبايب. يا حبيبي يا ابني، مش بقولك يا بنت ما شفتش في حنيته. وانت يا سمية، انا لسه فاكر مقاس رجلك 38 ولا كبر يا بنت؟ معلش بقى، ما عرفتش اجيب حاجة للعيال، اصلي ما عرفش مقاساتهم. ده جه في وقته عشان ينزله على دماغ محمد. شايفة بنتك طول عمرها مفترية ليه كده؟ محمد مبهدلني، مش راضي يصرف على ولاده، عايشين على الحسنة. بالراحة على أخوك يا بت، ما تاخدوش على مشامه كده. أنت لسه جاي بالسلامة وخلاص، ولا هتحتاج العبد الحميد ولا لابنه محمد. سندنا جه خلاص يا بت. إيه ياما إيه ياما، بس في إيه؟ أنا مش فاضي أحل مشاكل وأعمل قعر مجلس وبتاع. هما يومين نازلهم مأمورية ورجع تاني. وبعدين الأصول بتقول إن محمد لازم يصرف على عياله. الله، الأصول بتقول كده. أما الفلوس دي مش فلوسي، دي فلوس مراتي. انا جاي اشتري حته ارض وتاني راجع يا جماعه على طول. احنا ملناش ظهر يا امي، لينا رب اسمه الكريم. قوم يا بت، تعال يلا قدامي اتفضل. انت بتهزر يا سعيد ولا بتتكلم بجد؟ ايه ياما ايه ياما، في ايه؟ بتحرجيني قدام سميه؟ مش فلوس يا جماعه، انتوا فاكرين انا هغرف واديكوا. وطي صوتك قدام امك. كنت بقالك 5 سنين في الكوت بتعمل ايه لما هي مش فلوسك؟ ها، 5 سنين بترجاك من ربنا عشان ترجع بالسلامة وتنجدني من الفقر أنا وأختك اللي عايشين فيه. يا واد يا واد، ده أنا ببيعته وبين أختك وعيالها عشان ناكل. ببيع الزيت والسكر بتاع البيت عشان أجيب تمن العلاج. جبت منين الفلوس يا سعيد؟ ها، ده أنا متلطمة من قبل ما تسافر ومن بعد ما سافرت، وفتح صدري على الآخر قوي لما سعيد يجي. لما سعيد يجي وسعيد جاي يقول لي اغرفلك وديكي، تغرف وتديني. مش عايزة منك حاجة، يا ريتك ما رجعت ولا شفت وشك. اهلا 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 اهلا. ايه القمر ده؟ طب والله وحشتني. مش قلت لك هتلف تلف وتجيلي؟ الحمد لله على السلامة يا حبيب قلبي. الله يسلمك يا باشا، كتر خيرك. لا 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 لا، نزل ايدك من عليه، ده حبيبي ده. بس على فكرة يا باشا، انا ما عملتش حاجة والراجل ده انا ما عرفوش. طب والحشيش والبرشام اللي لقيناه معاكم؟ انا عارف اكيد انتوا ولاد ناس، اكيد لقيتهم مرميين في الشارع. احنا اللي ولاد كلب ظلم. الحاجه دي مش بتاعتي يا باشا، وما اعرفش كمان هي بتاعت مين. ماشي، وانا مصدقك.
كتر خيرك يا باشا، بس ساعي عليك النبي سيبني اروح لام العيال عشان سايبها في البيت لوحدها. لا 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 لا، انا دمعتي قريبه، بلاش تقول الكلام ده والنبي. هو سؤال واحد هتجاوب عليه وتتكل على الله. وماله يا باشا نجاوب؟ ايه هو السؤال؟ سيد التمرجي كان فين ساعة الحادثة؟ ها؟ ايه يا روح امك؟ حشيها قطن ولا ايه؟ كان فين ياض انت؟ معرفش يا باشا. يعني ايه معرفش؟ ولا خدوا على الحجز. الله 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 الله، ليه بس بس كده يا باشا؟ اقول لك ايه؟ انت عليك قواضي توديك ورا الشمس، ده كويس ان انا واقف بتكلم معاك، هتصحصح معايا ولا ارميك في الحجز لحد ما يبان لك صاحب؟ وصحصح يا باشا. لآخر مرة هسألك، سيد التمرجي كان فين وقت الحادثة؟ دي غلبانة يا قبر، يعني عاشت عمرها كله من غير راجل، والراجل الوحيد اللي اتعشمت فيها لبسها في الحيط. يا حبيبتي طب وهي عاملة ايه؟ هتعمل ايه؟ هي قاعدة في البيت زي ما هي، تحوط على باقي من التموين. اقول لك حاجة بيني وبينك يا قبر، انا خايفة يعني لا يجي عليا يوم الاقي نفسي قاعدة قاعدة امي دي. ليه بتقولي كده؟ وانا ولا طايقه محمد ولا طايقه ابص في خلقته، بس وبعدين يعني لو محمد سابني هعمل ايه انا والعيال؟ ده حتى الراجل الوحيد اللي كان حاسس بظروفي طلع ولا هو دريان بيا، رغم انه والله العظيم يا قبله كل ما كان بيشوفني كان بيقولي في حفظ الله يا سمية. كان بيقولك ايه؟ في حفظ الله يا سمية. ضحكتيني يا سمية. انت عارفه بقى بركه ان اخوكي راجع. هو انت كنت مستنيه منه ايه؟ خلاص اخوك رجع، واسطوره بقى انه انا مستنيه اخويا هتحمى في اخويا خلاص خلصت. سميه مفيش حد هيخلي باله عليكي ولا على عيالك غيرك انت. عايزه اعمل ايه يا ابله؟ يعني انزل اسرح بيهم في الشارع؟ لا ما تسرحيش بيهم، تعالي واشتغلي معانا في الجمعيه. اشتغل اعمل ايه؟ ما تشغليش بالك، انت عارفه الناس اللي جوه دول محدش فيهم عارف هو بيشتغل ايه بالظبط، بس اهو الكل بيساعد. شوفي انت كده وفكري. الحاج جاهزه يا كوار. خلاص فكري يا سمية. علي هو في حاجه؟ لا مفيش، انا بس جيت علشان خاطر اللي حصل ده ما يحصلش تاني في المكان. ما هو لما الاهالي تشوف رجلها رايحه جايه على المكان هنا هيفكروا 100 مره قبل ما يتهجموا عليكي تاني. تقصد دي تهجموا على واحد بالصحية مش كده؟ لا أنا قصدي عليكي طبعا، بعدين الشغل مش كل حاجة على فكرة. على حسب. هو إيه ده اللي على حسب لا مؤاخذة؟ على حسب إيه أهم حاجة بالنسبة لك؟ وأنت بقى الشغل أهم حاجة بالنسبة لك؟ والله يا حضرة الظابط اللي شغلانته يخدم الناس وما يبقاش الشغل أهم حاجة بالنسبة له يبقى يقعد في البيت أحسن ولا إيه؟ آه ده تثبيت رسمي بقى. طيب يعني على العموم انا جيت اقول لك خلي بالك على نفسك. شكرا. السلام. الله لو سمحت. ايوه انت امام المسجد ده؟ ايوه انا.
انت الشيخ اسلام؟ اسلام لمين؟ انا الشيخ عبد الحميد. والله على حسب الورق اللي موجود قدامي امام المسجد ده اسمه الشيخ اسلام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في حاجه يا شيخ ابو حميد؟ في حد هنا اسمه الشيخ اسلام عبد الرحمن؟ انا اسلام عبد الرحمن. يا شيخ اسلام، انت المفروض جالك جواب التعيين بتاع الوزاره من فتره، ليه ما نفذتش القرار لغايه دلوقتي؟ يعني ظروف. طب وسعوا لنا والنبي، وسعوا لنا وسعوا لنا عشان حشكلكم كده هتفوتوا علينا الصلاه. انت رايح فين يا استاذ؟ هو ايه اللي رايح فين؟ بقول لك امام المسجد واقف اهو. ده امام المسجد لا أيوه. حافظ حاجه ولا فاهم حاجه ولا يقدر يطلع المنبر ويقول خطبه. اوه اجهز يا شيخ اسلام وحضر خطبتك، الصلاه كمان 5 دقايق. اتفضل اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم عن أول شيء أمر به ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ. سمية طيبة وبنت حلاه اهي جت اهي. تعالي يا بنتي بس ندخلي الحاجات دي جوه. دواكي يا امي. لعبت وارتاحت وبقينا نجيب حاجات ومحتاجات ولا انا سومة. ايه اللي جابك؟ جاي ارجعك انت والعيال. والنبي؟ ليه؟ عندكوا كومة غسيل عايزة تتغسل؟ ولا يكونش ابوك عايز حد يشطب له المواعين؟ يا بنت استهدي بالله، الراجل جاي يرجعك. راجل؟ لا الراجل ما يمدش ايده على مراته ويسم بدنها ويسيبها جعانه هي وعيالها. ما تلم الدور بقى يا بنت. معلش تتدلع وكده. ها يلا لم الدور وهات العيال ولينا بيت نتفاهم فيه. وانا مش راجعه معاك يا محمد، مش راجعه معاك الا لما تجيب مصحف وتحلف انك مش هتمد ايدك عليا تاني ولا ترميني في الشارع انا وعيالي. وهو في كلام زي كده برضو يا بنت؟ مالكيش فيه يا اما. لا 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 بقول لك ايه يا حلوه، انا محدش يتامر، ما تخلقش اللي يتنك عليا. اذا كنت فاكره جبت لك قرشين وبقيتي حلوه وهانم والجو ده انسي، ورقه الطلاق تترمي لك على. وانا ما بخافش يا محمد ولا بقيت اكل من الكلام ده. ولا انا طايقك يا بنت ولا طايق وشك، وانتي قاريه من الاول وقدام امك اهي. ان ابويا عايز خدامه في البيت فبعتنا اجيبك، دي نهايه الحوار. وانا مش هعيش لك خدامه يا محمد يا ابن عبد الحميد. بشوقك هي واقفه عليكي اصلا؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ يبقى ورقه الطلاق توصل لي والا قسما بالله لخلعك. تخلعيني انا؟ تخلعي تلخلخي تشديني بزراديه مش فارقه. يا ناقص قرف. وعلى ايه المخمضة والمروح والمجاي؟ سمية انت طالق؟ يا لهوي بقى. ايه موضوع سي علي؟ مفيش موضوع ولا حاجه. علي ده حكايه انتهت حتى من قبل ما تبتدي. هي دي اللي انتهت؟ انت بتضحكي على نفسك. مش هينفع يا زهره، مش هينفع. هو ايه اللي مش هينفع يا اختي؟ حرام عليكي، الراجل حفي وراكي. وبعدين يا حبيبتي تو ما هيطلبك خلاص خلص الموضوع. وانت مين قالك اصلا ان انا عايزاه يطلبني؟ يعني في عينك كده زهرة؟ أنا وعلي مختلفين عن بعض خالص. هو عنده حياته وشغله وأنا عندي حياتي وشغلي. زي علي ده محتاج واحدة تبقى قاعدة حاطة إيديها على خدها واستنيها يا يرجع يا ما يرجعش. وأنا عندي ماجستير ودكتورة مش حامل وجع القلب ده.
بنت ذكيه وقعت. خلاص هموتي يا امل يا بنتي. بعد الشر عليك يا خالتي. بنت اصول صحيح والله وعرفت اربي. حياتك كنت شفتي خضتها عليكي، كنت عرفتي معزتك عندها قد ايه. هي يا امل ما تقلقيش مفيش حاجه، هي بس ضغطها واطي شويه، فانا هبعت اجيب لك نقط تديها منها وهي نص ساعه هتبقى كويسه. بس انتي ما ينفعش تسيبيها، ممكن تقع ولا تتكسر ولا اي حاجه. يلا خلي بالك منها. تسلميلي يا بابا. تسلميلي يا حبيبتي. ايه بقى؟ هتفضلي كده ضربة بوز كتير يعني ولا؟ انا مش ضربة بوز ولا حاجة، انا يمكن بس اكون قلقانة شوية عشان المناقشة قربت. ناشتي انت قدها وقدود. عارفة وانت في حضانة كانت امك الله يرحمها تقول لي البت دي هتطلع قروبة؟ علشان بس طلع لك حبيبتي ربنا يخليك. بابا هو انت عمرك طلبت من ماما انها تقعد في البيت؟ مش معنى يعني ما عمركش مثلا اتضايقت انها بتخرج تروح الشغل وترجع متاخر وانت ممكن ترجع ما تلاقيش اكل في البيت؟ الكلام ده كله ما كانش بيضايقك خالص ابدا، بس لسبب بسيط، ان امك الله يرحمها عمرها ما قصرت في حاجه في شغل البيت، وحتى لو قصرت يا ستي حب عليها حب عليا مركب تمشي. يعني اتنين بالنسبة لك كانوا زي بعض؟ لا طبعا، غيرش بس انها كانت بتوحشني. بص يا امل، الراجل اللي يحبك لازم يبقى عايزك دايما تزيدي وتكبري وتعلي، اما بقى مسألة انك تشتغلي تقعدي في بيتكم مش هو ده الموضوع يعني. في الاول والاخر النصيب ده بتاع ربنا، شد حيلك. يلا يا أم عشان تاكلي. مفيش نفسي اكل حاجه. ما ينفعش، امل قالت لازم تاكلي. اقعدي عايزه اتكلم معاكي. مالك يا أم تعبانه بعت اجيب لك امل؟ يا بنت تهدي بس واسمعي عايزه اقول لك ايه. ايه يا أم قلقتيني؟ انا عارفه انك زعلانه مني. خلاص يا أم مش وقت الكلام. يا بنت سيبيني اقول لك كلمتين. حسن يا بنتي ملوش ذنب، انا اللي ظلمته في الموضوع ده، يعني هو شرفه بالحاجات دي، انا اللي شورت عليه وانا اللي رحت جبت سيد. يعلم ربنا انا كان قصدي مصلحتك ومصلحتها. ما تاخديش حسن بذنبي، بيحبك وشريكي. بقول لك ايه، هل انتوا سميتوني زهرة ليه؟ أبوكي كان عايز يسميكي على اسم أمه فاطمة. قلت له اشمعنى اسم أمك؟ ما نسمهاش لي على اسم أمنا. يا لهوي يما، كنت عايزة تسميني ست الناس؟ وماله ست الناس، إن شاء الله ما اسم حلو وجميل. ماشي يما وبعدين؟ المهم صمم، قال لي لو مش هنسميها فاطمة نبقى نسميها زهرة على اسم ستنا فاطمة الزهراء يعني وكده. بس أنا برضك عملت اللي في دماغي. ازاي؟ طلعتي ست الناس يا حبيبتي.
يا زهر لسه اللي في راسك برضه؟ مش ناوي ترجعي معايا؟ على العموم يا ستي انا كنت جاي اقول لك ان انا نقلت ورق شمسة عشان تبقى جنبك كمان عشان امتحانات ما تروحش عليها. انت لو كانت قعدت معايا لوحدها زهر كانت هتتجن. مستره بابا انا اللي كنت معاها زهر، انا اللي طمنتها وقلت لها ما تخافيش. شهد زهر ماتت عشان وثقت فيا، وثقت في ابوها. الاب هو الامانه زهر، وانا حقيقي ما قدرتش اكون امانك ولا امانها. خلي بالك من نفسك ومن شمس وطمني معاك. ربنا كاتبه علينا انه يحصل هيحصل. طب والحاجات الوحشة؟ ربنا عمره ما بيكتب علينا حاجة وحشة يا شمس، كله خير. حتى الحاجات الوحشة خير؟